انا يا عمي من يوم الحرب اليوم من اول الناس ما راحت على الجنوب واحنا لليوم تدخلش المساعدات والمعابر مغلقه فيش اكل اكل نجيب لاطفالنا فيش تدور على علبه حليب للولاد الصغار فيش احنا بنطلع بنصرح استراحه سرنا من الصبح من الساعه 7 الصبح بنستنى الطياره ترمي علينا مظلات وانت زي شايف هنا هذه المظلات يعني بتكفيش 1% من احتياجات الناس واحنا يعني بندبح بعض عشان نقدر كل واحد يطلع له كرتونة لاولاده ولا يطلع بعلبة تونة ولا بعلبة فول اللي اصلا هي ما كانش لها وزن علبة فول بالحياة عندنا كانت الوحدة حاجة بشيكل اليوم علبة الفول عندنا في المعسكر جمالي حاجة ب 30 شيكل واحنا بدنا ناكل بدنا ناكل بدنا ايش بدنا عيش والشعب كله جعان الشعب كله تعبان احنا يا عمي بعرض الله انظرونا بعين الرحمة بدي اشوفكم بس برضه احنا خلاص روح حط حنجره في الكرتون تعال يا سيد 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 يا